تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني. هذا نصها. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسمي وباسم جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وإنني إذ أبارك لسموكم بهذه المناسبة لا أعرب لسموكم عن عميق الشكر والعرفان نظير دعم سموكم المستمر للحرس الوطني والذي كان له دورا كبيرا في تطوره على صعيدي الجاهزية والكفاءة العسكرية للحفاظ على أمن مملكتنا الغالية والذود عن منجزاتها ومكتسباتها الحضارية وعن سلامة مواطنيها تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ودمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين موفقين. الفريق أول ركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني. هذا نصها. سمو العم العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت ببالغ الشكر وعظيم الامتنان برقية سموكم الكريم المهنئة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، وإنني بهذه المناسبة أود أن أعرب لسموكم ولكافة منتسبي الحرس الوطني عن خالص التهاني والتبريكات وأن أشيد بما تبذلونه سموكم من جهود كبيرة ومخلصة أسهمت في تطوير مستوى جاهزية الحرس الوطني وفي الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي وفق النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كما أنتهز هذه المناسبة لأبعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بترقيتكم إلى رتبة فريق أول ركن، داعيا الله العلي القدير أن يوفق جهود سموكم وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة والدوام ودوام التوفيق والنجاح. ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.